كنت بأنه كانت معنويات كبيرة وضغط كبير، لكن أنا البحث عن تحقيق النتيجة من خلال هذا الحظ التعود الآن. إذا الذي دقيق كان طبعا صبرا من الحكام، أعتقد كان نوح أشقميس، ولكن مشى اتجاه أعتقد كان عتاب الحكم بأنه أعتقد أنه مشى اتجاه الجمهور، ولكن ربما كاين تفسير آخر لقرار ورقة صفراء تعود الآن مرة أخرى دائما لصالح فريق نهضة بركان. إسماعيل قدم كرة عالية في اتجاه لاعب تويسرا.